كلنا يعلم أن فضل القرآن عظيم، وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين، فهو كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم.